هنا تتجسد عراقة التعددية الثقافية والروحانية والعيش المشترك. مدينة الصويرة على غرار باقي مدن المملكة مثال استثنائي للسلام والتعايش السلمي بين اليهود والمسلمين، عبارات سلطت من خلالها المبعوثة الأمريكية الخاصة لرصد ومكافحة معاداة السامية ديبرا ليبستات الضوء على ريادة المغرب في احتواء الاختلاف وإنجاح التعايش بين مختلف الديانات، مؤكدة بذلك على أن المغرب نموذج يحتذى به في سمو قيم الانفتاح. قدمت إلى هنا منذ بضع ساعات، كانت صبيحة ممتعة. تعرفت على الموروث الثقافي المتنوع لمدينة الصويرة وكيف تتعايش فيها ثقافات وديانات وأعراق مختلفة في أمن وسلام دائمين، وهذا ما يجعل المغرب بلدا متفردا في التعايش والتفاهم بين الديانات والثقافات المختلفة. And I feel very privileged to have seen this morning, and I look forward to the rest of my visit. تجمع المسلمين واليهود للتبادل والعيش بسلام بالصويرة تشهد عليه فضاءات تتيح العودة بالزمن عدة قرون، تجسد عمق التجذر الجغرافي والتاريخي والثقافي لليهودية بالمغرب. Je crois qu'on a vécu ce matin un moment tellement émouvant et en même temps لحظات مؤثرة عشناها اليوم ونحن نستقبل المبعوثة الأمريكية لرصد ومكافحة معاداة السامية. المبعوثة نوهت بالنموذج المغربي في مجال التعايش بين الثقافات والديانات المختلفة. المسؤولة الأمريكية أكدت أنها ستغادر المغرب وبكل قناعة ستبرز للعالم ما يقوم به المغرب خدمة للسلام العالمي وللسلام بمنطقة الشرق الأوسط، بالخصوص السلام بين دولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين. Et le choix que fait notre pays de mettre cette réalité au service justement de la paix là où elle nous manque tellement, c'est-à-dire au Moyen-Orient. السيد مستشار جلالة الملك محمد السادس نصر الله أندريا زوداي، السيد عمدة ماجينا، السيد السفير بلينك الأمريكية، مرحبا بكم في مدينة الصويرة. توعية الجيل الناشئ بأهمية احترام وتقبل الآخر، قيم نبيلة تدرس لهؤلاء الصغار وتعزز لديهم مبادئ العيش المشترك. كانت تعلموا مبادئ التسامح والتعايش ومهما كانت ديانة الآخر، واحترامه أيضا وشحال من حاجة. وكانت تعلموا في هذه المدرسة باش نرفعوا مستوى السامي تاعنا من التسامح والحب والتقدير للآخر. ما هي الأشياء التي لفتت انتباهكم أثناء زيارتكم للمتحف؟ الأشياء الشيء الذي أثر انتباهي هو كتابة كتاب القرآن الكتاب السماوي على جلد الغزل. رسالة إنسانية تسعى المملكة إلى نشرها، عنوانها السلام والتعايش السلمي بين الأديان، نموذج خاص للمزج بين الثقافات والحضارات بشكل جعلها أرضا لاحتواء الاختلاف وإنجاح التعايش بين مختلف الديانات، مجسدة بذلك صورة المغرب الفخور بهويته الأصيلة والمتنوعة.